بكم ومرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله تدابير منزليه رائعه ان شاء الله. ولا عندكم شي كراطه جيبوها، راكم غتحتاجوها في هذا الفيديو هذا، ونخليكم فرجه ممتعه. الناس اللي تيعانوا من ان الباب ديال الثلاجه ديالهم ما كيتسدش مزيان، يعني كيبقى دائما بحال الا ما لاصقش، فبعدا هذا المشكل هذا راه غادي ياثر لكم على الثلاجه وغيخليها انها تستهلك كميه ديال الكهرباء كثيره. لذلك ضروري تعالجوا هذا المشكل هذا. عندي لكم جوج ديال الاقتراح. الاول هو انه الا كان عندكم سيشوار او مجفف الشعر كتاخذوه وكتخدموه وكتحاولوا انكم تدوزوا على هذه الجلده هذه جيدا، يعني كتحاولوا انكم تسخنوا هذه الجلده هذه في الثلاجه مزيان، هبطوا معها من الفوق والتحت حتى تاكدوا انكم سخنتوها جيدا. الطريقه هذه هذه الجلده هذه مني كتسخنوها مزيان فهي كتعاود ترجع تلصق كيف ما الاول. تاكدوا من ان الثلاجه ديالكم كتسد جيدا، كتاخذوا غير ورقه عاديه، كتفتحوا الثلاجه وكتوضعوا هذه الورقه بالداخل، كتحاولوا تسدوا الثلاجه ديالكم بحال هذا الشكل. نتمنى تكون الصوره واضحه. فإلا حسيتوا بان هذه الورقه هذه يعني لاصقه مزيان، فإلا بغيتوا تجبدوها ما تتبغيش تجبد، عرفوا بان الثلاجه راه كتسد مزيان، ولكن إلا طاحت من بلاصتها عرفوا بان الثلاجه ديالكم راها فيها هذا المشكل. الطريقه الثانيه وهي كتاخذوا غير منديل كتوضعوه في الماء يكون غليان وكتشدوه وكتدوزوه على هذه الجلده هذه هكا مزيان، تهبطوا معها كامله. حتى هذه الطريقه هذه راه كتنفع وكتخلي ان الثلاجه كتولي كتسد لكم جيدا. اخر حتى هو كيكون في الثلاجه وهو داك الصوت المزعج، كتلقاو الثلاجه دائما كتبقى خدامه. فمن خلال البحث ديالي لقيت انه واحد الحيله كتحيد ليها هذاك الازعاج الدائم وكتخليها انها يعني كتولي تخدم بطريقه عاديه، وهو انكم تزولوا ليها البريز المده ديال 10 ديال الدقائق كل نهار، فراه غادي تلاحظوا بان هذاك الصوت ديالها خفاف صافي. من بعد كتخليوها تخدم عادي هكا عاوتاني، الى رجع الصوت ولا كثير فكتعاودوا تزولوا ليها البريز ديالها مده ديال 10 دقائق وصافي. راه هذه الطريقه هذه صراحه زوينه وفعاله. ديال الكراطه اللي دارت ضجه في الفيسبوك واغلبيه ديال الناس جربوها، فغنشاركها معكم كذلك اليوم بالنسبه للناس اللي ما عرفوهاش. فالكراطه بدلت الحرفه ولات كتخدم واحد الخدمه اخرى غتشوفوها معايا. الزربيه كتكون يعني واخا كنشطبوها كتبقى ديك الخمله لاصقه فيها وكتولي صعيبه في الازاله، فانا شفت بزاف ديال الناس جربوا هذه الطريقه هذه ديال الكراطه على انها كتزول الخمله. انا هنايا راه جربت غير على نص ديال الزربيه وشوفوا شنو جمعات، جمعات الزغب جمعات الخمله صراحه والله الا عمليه. واخا انا هذه الزربيه هذه شويه محفره غتصلح اكثر للزرابي اللي رباطيين هكا، غادي تحيد لكم الخمله، غير جربوها على حسابي والله الا عمليه هذه الطريقه. غير هو تكيسوا على الكراطه ديالكم باش ما تهرسوهاش وراها غتحيد لكم بزاف الخمله. كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره، ونتسناكم تجربوها وردوا عليا التعاليق ديالكم واش نجحت هذه التجربه معكم او لا ما نجحتش. هذه الحيله هذه هي بالنسبه للخبز، راكم عارفين دابا في هذه الاجواء البارده ما كيبغيش يخمر بسرعه وكيشد لينا الوقت بزاف، فعندي لكم هذا الاقتراح اللي تنديرو بعض المرات وهو سيشوار او لا مجفف الشعر. كنخدموا على درجه الحراره الساخنه وكندوزوا هكا على هذا الفراش هذا او لا على هذه المنطقه هذه المغطيه بها الخبز حتى كنسخنها مزيان صافي. من بعدها مباشره 5 دقائق كيكون الخبز يعني خمر.
الوصفة كنحتاجو كمية من البطاطس على حسب الرغبة ديالكم. غادي نقشروها اول حاجة، غادي نقطعوها مكعبات تكون صغيرة نوعا ما، وغنضعو فيها كمية ديال الزيت، ما تكونش كثيرة بزاف. سخنات الزيت غنوضعو البطاطا، لما تحمرت ليا البطاطا غادي نصبها في واحد البول، نحاول نصفي منها الزيت. غادي نحيد هاد الزيت هادي من المقلاة، وهنايا هاد البطاطا غادي نحاول نخليها حتى تبرد شويه. بردات ليا البطاطا غنزيد عليها رشه ديال الملحه، رشه ديال الابزار، رشه خفيفه، ورشه ديال الزعتر اختياري، تقدروا تزيدوا حتى رشه ديال الفلفله حاره اولا السودانيه. غنضيفوا جوج ديال البيضات ولا على حسب كميه ديال البطاطا. وغادي نضيف هنايا واحد الاضافه اللي رائعه وخطيره، اللي هي الياغورت الطبيعي اولا ياغورت بدون نكهه. غنضيف تقريبا نص العلبة ديال الياغورت صافي، وغادي ندمج هادشي. هذا البطاطا راها بردات، بغيتها حتى بردات مزيان. بعد ما خلطت مزيان هذوك المكونات، ضروري ان السوائل يكونوا كتر شوية من البطاطا، يعني عينكم ميزانكم. ودابا راه رديت المقلاة من بعد ما تحسوا بها نشفات من الفوق، غادي نحاولوا نقلبوها. الوجبه ديالنا هي وجدات، غنقلبها دابا في الصحن. كما كتشوفوا ما كتلصقش نهائيا، وغنزينها بشويه ديال الفرماج ديال الساندويتش ما حدها مازال سخونه. ايوا هذه الوصفه ديالنا، نتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله، وتجربوها بهذيك الاضافه اللي شاركت معكم، راه كتجي بنينه بزاف بزاف.